السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في حلقة خاصة اليوم سوف نتحدث عن قوة العقل الباطن، فتابعوا معي. العقل الباطن قوة عجيبة بداخلك، يمكنك من خلالها أن تغير من شخصيتك وأن تحقق المزيد من النجاحات طوال حياتك. وبتحديد القوة المحركة لعقلك الباطن يمكنك الوصول إلى أفضل مستويات الصحة والثراء والغنى والنجاح والسلام والحب أيضا. كذلك يمكنك التخلص من المقدرات السلبية التي تسبب لك الفقر والمرض والتوتر والعصبية وفشل العلاقات. ففي عالم العقل الباطن ستجد تلك القوة الفعالة التي بإمكانها مساعدتك وتوجيهك في الحياة، ويمكنك التعلم لقوانينها والتحكم فيها جيدا. أما في حالة التعامل معها بشكل ينم عن الجهل بدون معرفة لمحتوياتها، فإن هذه القوة الرائعة ستهوي بحياتك إلى الجحيم. ويستطيع كل إنسان العمل على تحديد اتجاه حياته، ولكن معظم الناس يتعاملون مع الأمر دون وعي، وفي الغالب تكون النتيجة هي لا شيء. وإلى درجة كبيرة يمكننا أن نخلق واقعنا بأنفسنا وأن نكون مسؤولين على كل ما نجلبه إلى حياتنا من خلال أسلوبنا في التفكير ومن خلال تعاملنا مع العقل الباطن بشكل بناء، ليفتح لنا الطريق أمام العناصر النائمة بداخلك وتفعيلها وتغيير السلوكيات الغير لائقة والتخلص من التراكمات السلبية المرتبطة بالماضي، مما سيزيد من قدرتك الإبداعية ومن ثقتك بنفسك. وقبل أن ندخل في صلب الموضوع، يجب أولا أن نحاول تحديد معنى ما هو الوعي. فلا أحد منا يستطيع أن يحدده بشكل قاطع، ولكننا نستطيع التعرف عليه من خلال معرفة خواصه، حيث تعد أهم خاصية من خواص الوعي هي القدرة على الاستقبال والاستجابة للانطباعات المتعلقة بالمثيرات الخارجية. ومع ذلك يمكننا أن نقول أن الوعي هو حالة من التمييز أو الاستجابة للمؤثرات والمواقف والظروف الخارجية. والوعي موجود في كل ذرة وفي كل خلية، وهذا يدل على أن الوعي موجود في كل مكونات أجسامنا البشرية. وذلك بالضبط هو معنى قولنا أننا أحياء، فانتشار الوعي بداخلنا هو الذي يمدنا بالحياة. فالوعي هو الحقيقة الوحيدة في الحياة القادرة على الظهور بعدة أشكال مختلفة، وهو موجود في كل الأنماط وفي كل الأشكال، بداية من الذرة أصغر الجسيمات حتى الإنسان مرورا بكل الأحياء. وتؤكد النظريات العلمية أنه في بداية خلق الكون لم يكن هناك سوى الجسيمات الإلكترونية الدقيقة، وأنها تمثل بداية الخلق كله. والعلم هنا يتفق مع الدين، لأنه لم يكن يوجد شيء، فالله سبحانه وتعالى موجود منذ الأزل وهو الذي أوجد الكون. والوعي الذاتي أو التفكير الإدراكي هو الخاصية الرئيسية التي تميز الإنسان بها عن الحيوان. فالوعي الذاتي هو الذي يسمح للإنسان بالتفكير المنطقي وتأمل ذاته. والتفكير هو القوة التي تحول وعي كل إنسان إلى ذاته لمعرفتها وتحديد ما يعلمه عنها وما تعلمه هي عنه. والإنسان هو المخلوق الوحيد القادر على تكوين تفكيره بذاته، فالحيوانات لا يمكنها التفكير في ذاتها أو الوعي بذاتها.
والعلوم التي يتحرك فيها الإنسان بسهولة مثل الفيزياء والفلسفة والرياضيات والفلك، تلك العلوم قد نشأت وتطورت نتيجة لقدرة الإنسان على التفكير والتأمل الداخلي. وبسبب تلك الخاصية التي ينفرد بها الإنسان وهي خاصية الوعي الذاتي، علينا أن نتطرق إلى القدرات الناتجة عن تلك الخاصية مثل التفكير المجرد والإدارة والإبداع والتخطيط المستقبلي. ويعتبر الوعي الذاتي هو كنز الإنسان الأعظم، فكلما زاد ذلك الوعي كلما استطاع الإنسان أن يصل إلى أعلى درجات الحياة. وبالرغم من ذلك، فإن ثقافتنا موجهة نحو التقليل من مهارة الوعي الذاتي لدينا من إنمائها وزيادتها، فنحن ندير جهاز التلفاز صباحا أثناء الاستعداد للخروج إلى العمل، كما ندير المذياع في السيارة طوال الطريق، أو ننشغل بالمحادثات الهاتفية ثم نلقي بأنفسنا إلى طاحونة العمل لساعات طويلة، حتى إذا عدنا إلى منازلنا فإننا نترك أنفسنا فريسة للتلفاز أو الجريدة حتى موعد النوم. في كل تلك الأحوال لا يكون لدينا الوقت الكافي للتفكير والتأمل الذاتي والتواصل مع داخلنا. وعلى الرغم من تفرد الإنسان بهذه النعمة الكبرى، إلا أننا لا نجيد استغلالها، بل على العكس تماما، فإننا نقمع هذا الوعي بدلا من اللجوء إليه واستغلاله لصالحنا. وتقاس درجة الوعي عن طريق تحديد مستوى الوعي الذاتي والقدرة على التفكير العقلاني وانعكاس ذلك على النفس والقدرة على تأمل الطبيعة الداخلية للفرد. وإن كان ذلك هو ما يحدد مستوى الوعي، فنحن بذلك نتبع القاعدة التي تؤكد أنه كلما ازدادت القدرة على التفكير الذاتي أو الوعي الذاتي، كلما تقدم مستوى الوعي لدى الإنسان وارتبط ذلك بروحه. وقد نجد أولئك الأشخاص الذين خلدهم التاريخ ممن هم على درجة عالية من الرقي مثل سقراط، نجدهم يمضون الكثير من الوقت في التأمل العقلي لتحقيق ذلك التواصل مع النفس الداخلية لهم. وإذا قمنا بدراسة حياة جميع كبار المفكرين، سنجد أنهم يحددون وقتا مخصصا كل يوم للتفكير الذاتي، والذي يمثل الحق في الحقيقة الطريق المباشر نحو أعلى درجات الوعي. وإن كنت ترغب في معرفة ذاتك الحقيقية، فعليك أن تتوقف لمزيد من الوقت وتفكر في نفسك جيدا. ويوجد ثلاثة أنماط للوعي عبارة عن درجات مختلفة من التطور، وهي المرتفعة والمتوسطة والمنخفضة. فالطفل حديث الولادة يبدأ حياته على درجة متوسطة من الوعي، تقع بين وعي الإنسان والوعي الحيواني، فهي تشتمل على العناصر الأساسية التي تستدعي الوعي الذاتي، ولكنها تبدو أكثر بدائية. ففي مرحلة معينة من النضج، يعني من نضج الطفل تقريبا في سن العامين، يبدأ في أن يصبح أكثر واعيا بنفسه كشخص مستقل، ويبدأ لديه الشعور بالاستقلال في الظهور، ثم يصبح أكثر اتصافا بالسمات الإنسانية، ويبدأ وعيه الذاتي في التطور. يتعلق الإنسان في منزلة تقع بين الحيوان والملائكة من التطور، ولكنه قادر على الحصول على أعلى درجات الوعي الممكنة. فقدرة الإنسان على تحقيق أعلى الإنجازات هي بمثابة انتصار للعقل، فالقدرة الإنسان على التفكير والتصرف بشكل عقلاني والإبداع في العلوم والتكنولوجيا هي التي تعبر عن إنجازه. والمشكلة في عملية تطور الإنسان هي أننا لم نتعلم كيف نستغل ما لدينا من مواهب ثم تكويرها والتفكير منطقيا بشكل أكثر حكمة، ولم نتعلم كيف نتصرف بعقل ونتعامل مع عواطفنا بشكل بناء. فكل إنسان
خلق على هذا الكوكب ليقوم بعمل ما. هذا العمل يقوم على أساس تطوير الوعي إلى أعلى المستويات، وبذلك قد يكون لتلك القوة الخلاقة تأثير الذي يتضح من خلال كل نمط مستقل. فنجد بعض الناس يسعون لتطوير تأثير تلك القوة إلى أبعد الحدود، بينما يقمعها البعض الآخر لينحدر نحو المستوى الحيواني. وفي عملية الوعي الذاتي نجد أننا لم نحقق الهدف الرئيسي لنا كآدميين، والذي يتمثل في مواصلة التطور إلى الوعي الكوني. ولأن البشرية قد تطورت من خلال التغيير البيولوجي عن طريق التغيير العصبي والفكري، إلا أننا الآن بحاجة إلى التركيز على تطوير الوعي الذاتي. ولا ننسى أنه لم يتم تحديد أي قسمة تفصل بين مستويات الوعي، ولكن مستويات الوعي كلها مخزونة بداخلنا كجزء من الموروث البيولوجي. وعبر العصور يمكننا ملاحظة أن تلك القوة الخلاقة هي التي تصبغ الوعي وتشكله، لذلك فكلاهما قد أصبح أكثر تعبيرا عن ذلك الوعي العقلي. فالوعي إذن ما زال في حالة من الاستمرار والتطوير ليبدو لنا على صورة أفضل، وبذلك فإن كل ما يخضع للتطور لا يمكن أن يكون مطلقا، ولا يمكن اعتباره شيئا محددا بعينه. نجد أن الحيوان تحكمه الغريزة وحدها، ولذلك فهو لا يستطيع اقتحام النظام المتكامل لتلك القوة الخلاقة. وبسبب ذلك نجد أن الحيوانات البرية لا تصاب بالأمراض التي تزعج الإنسان من أمراض جسمانية أو نفسية أو عقلية. فعندما بدأ الوعي الذاتي في التطور مستعينا بقوته الفردية وأفكاره المبتكرة، بدأت تظهر لنا العديد من أشكال المرض التي تسببها المشاكل النفسية أو الحياتية، كأمراض القلب والشرايين والسرطانات وغيرها. وهذا يدل على مدى العلاقة الوثيقة بين العقل والجسم، فكل انفعال لدينا له استجابة جسمية مباشرة. وخلاصة القول أن علينا أن نتعلم كيف نحدد الاختيارات السليمة في حياتنا والتي تتناسب مع الخطة الكونية العظمى، من أجل أن نقوم بما نحن بحاجة إليه، وأن ندرك حجم تلك القوة الخلاقة التي تتحكم في شخصية الإنسان، ونعلم كيف أصبحت عقولنا أكثر تنظيما للأفكار، وكيف يمكن تغيير تلك الأفكار إذا كانت أفكارا هدامة. علينا أن نتأمل قليلا في كيفية ظهور الوعي وكيفية تعبيره عن نفسه من خلال شخصية الإنسان. لقد أطلقنا العديد من المسميات على ذاتنا الروحانية أو العليا، فالإنجيل مثلا يطلق عليها اسم مملكة السماء في روح الإنسان، أو اللؤلؤ الثمينة، أو بذور الخردل، بينما يسميها سادتنا المتصوفة من المسلمين بالسر، وهي أقرب للإنسان من أنفاسه. وفي الحكمة الصينية يطلقون عليها الجوهرة أو اللؤلؤ التي يحرسها التنين، ويسميها أفلاطون مصدر الروح، ويسميها علماء النفس العقل الباطن. وأيا كانت تلك التسميات للقوة الخلاقة، سنجد أنها مجرد رموز، وكل منا يحاول استكمال وصفها من خلال تلك المسميات، ولكنها غير تامة وغير دقيقة. وحتى من استطاعوا الاتصال بتلك القوة عبر خبراتهم الفائقة لا يملكون القدرة على وصفها، وذلك لأنها بعيدة عن حدود التعبير اللغوي البشري. فالحقيقة الأساسية لا يمكن إدراكها بعقلنا الواعي الذي يعتمد على المنطق، وبذلك فمحاولة إلقاء الضوء عليها لن يؤدي إلا إلى الخبرات السيئة التي ستصل بنا إلى حالة غير عادية من الوعي، من التقاليد الشرقية
باعتبار أن الإدراك الحر يقع خارج نطاق العمل، ولكن يمكن اكتسابه من خلال الخبرات الغامضة ومن خلال اليقظة الواعية بدلا من التفكير وضياع الوقت في التأمل الداخلي. ودائما عندما نحاول فهم الكونيات فإننا نضع العلم في جانب والدين في جانب آخر، ولكن الحقيقة أن الاختلافات بينهما ليست إلى هذه الدرجة التي نتصورها، فهناك العديد من العوامل المشتركة بين الجانبين، بحيث يقوم كل منهما بتفسير ما لا يستطيع الآخر تفسيره، ويقومان باستكمال الحقائق لبعضهما البعض. فإذا نظرنا إلى العقل من منظور علم النفس، سنجد أنه ينقسم إلى قسمين، الوعي واللاوعي. وحتى نوضح الارتباط بين الدين المفهوم الديني والمفهوم الخاص بعلم النفس، سنلجأ إلى المصطلحات وما يسميه علم النفس بالوعي. يكون المصطلح الديني له هو النفس، أما اللاوعي فيسمى بالروح. وتعبر كلمة الروح لنا عن تلك القوة المجهولة التي تبدو في أبسط صورها لدى الجسيمات الإلكترونية، وذلك المسمى يترادف مع الوعي. وعلى الرغم من انتشار الروح في كل أرجاء الكون، إلا أنها في شخصية الإنسان تركز على الجانب الخاص بما وراء الوعي أو العقل الباطن. وبدون إدراكنا للوعي فهي تدعي جميع وظائف الجسم مثل وظائف القلب وتنظيم سريان الدم. في لحظة تكوين الجنين تبدأ خلية منفردة في التكوين من خلال اتحاد الحيوان المنوي مع البويضة، ويبدأ تكوين الإنسان على هيئة شيء في غاية الصغر يقل حجمه عن رأس الدبوس. والسؤال هو متى اتحدت كلتا الخليتين معا لتكون معا تلك الخلية متناهية الصغر التي كونت الإنسان؟ وفي لحظة الاتحاد هل كان له وجود؟ وإذا كان الإنسان يتكون من جسم وعقل وروح، فكل ذلك لم يكن موجودا في لحظة التكوين. ففي تلك اللحظة لم يكن أي شيء قد اكتمل، ولم يكن العقل موجودا نظرا لاعتماد وجوده على وجود المخ. فإذا لم يكن الإنسان موجودا في تلك اللحظة، فما الذي كان موجودا بالفعل؟ هناك إجابة وحيدة منطقية، وهي وجود تلك القوة العظمى المجهولة أو الروح، وضرورة وجود هذا النوع من الوعي في تلك الخلية المجهرية، والذي يتطور أثناء نمو الجنين مع بداية تكوين الأعضاء. ووجود تلك الروح ضروري منذ اللحظة الأولى لانقسام تلك الخلية لقسمين، ثم تقسيمها ثانية حتى يصل عدد الخلايا إلى 63 تريليون خلية خلال 9 أشهر، وتسيطر الروح على كل هذا العدد من الخلايا من أول خلية حتى آخر خلية، وتظل الروح في رعايتها لأجسامنا طالما لا نتدخل في عملها. فإذا حدث خلل في النظام الوظيفي للكبد أو القلب ما لم يرتبط بسبب وراثي، نجد أن السبب هو تدخلنا في نظام عمله الطبيعي المرتبط بتلك القوى الداخلية. ويرجع السبب في ذلك إلى سوء التفكير أو سوء رعاية الجسر أو سوء التعامل مع الانفعالات والمشاعر. فإذا أحدث تدخل الإنسان هذا الخلل، فإن تلك القوة الداخلية تعمل على إصلاح ذلك الخلل، حيث تعمل القوة على جعل الجسم سببا في شفاء مرضه وعلاجه، وسنتحدث عن هذا في حلقة أخرى. ولقد دار جدال عبر قرون طويلة حول معنى كلمة النفس، وتؤكد لنا الكتب السماوية أن الله قد نفخ في آدم من روحه مما جعل له نفسا حية. ومن هذا المنطق يعتبر البعض أن النفس كائن خفي مثل الشبح، سيصعد إلى الجنة أو يهوي إلى الجحيم.
وتلك المعرفة تتسم بالبدائية. فالنفس ليست مملوكا، ولكنها تعبر عن شخصيتك أو من شكل من أشكال الوعي، والنفس تترادف في المعنى مع الشخصية باعتبار أن الوعي أحد أجزائها. بذلك فهي لا تمثل مجرد شيء ينتقل إلى جسد الرضيع في لحظة تاريخية، ولكنها شيء ما يختلط به نضجه بشكل متسلسل. ويمكننا أن نعرف النفس على أنها هي ذلك التنظيم الفردي الموحد للخصائص الوراثية والتأثيرات البيئية، ومن ذلك الخليط ومن تلك الخصائص تبدو لنا النتائج من خلال النماذج السلوكية التي نستطيع أن نحددها وننسبها للآخرين. إذا تزايد سلوكنا أو تناقص فالوضع لا يتغير والحياة اليومية تستمر، وذلك التماسك هو ما ندعوه بالشخصية. وتمثل النفس مظهرا للوعي، يمكنه استنباط الأفكار واتخاذ القرارات واستخدام العقل، فهو المظهر المتفرد للروح، ولذلك فهو يختلف من شخص لشخص آخر. فإذا كانت الروح هي المظهر الكوني للشخصية والتي تتماثل لدى الجميع، فإن النفس تمثل إحساسنا بهويتنا وذاتنا الشخصية، وهي تعبر عن نفسها من خلال كل شخص بصورة منفردة. وللنفس أيضا شكلا ما تعبر به عن نفسها من خلال أجسامنا وأجسادنا، فنحن نستطيع التعرف على الآخرين من خلال معرفتنا بشكلهم وسماتهم الجسمية التي يعبرون لنا بها عن أنفسهم، وإلا لما كان لديهم شخصية أو وجود. فلكل مظهر من مظاهر الوعي شكل خاص، وعلينا أن ندرك أن النفس والجسم لا يعملان بشكل منفصل، فوظائف الأعضاء تعمل كوحدة فردية، بينما ما يحدث هو تأثير الجزء على الكل. فكل فكرة تخطر لنا استجابة فيزيولوجية وقتية، وبذلك فإن العلاقة بين النفس والجسد تبدو شديدة الارتباط. فالجسد بالتأكيد يمثل جزءا من شخصيتنا، وهو الجزء الأكثر وضوحا، فلن تكون لدينا هوية ذاتية دون أن يكون هناك بالضرورة هوية جسمية. وبالتأكيد تتأثر صورتنا الذاتية بشكل كبير بالظروف والأحوال الجسمية، وتختلف مراحل تطور النفس أو الشخصية، فمنها المراحل الأكثر تقدما ومنها المراحل المتأخرة وظيفيا. فلا يصل جميع البالغين من الناس إلى نفس النضج أو إلى النضج الكامل، فيظل البعض يعبر عن نفسه بشكل طفولي، مما يدعون لأن نصفهم بأنهم شخصيات مقيدة أو ذو نفوس محدودة النمو. وبعض الناس نجدهم غير واعين أو مدركين لطبيعتهم وقدراتهم، فيندفعون في الحياة لا إراديا حسب الظرف، مثل ما حدث مع الحيوان. وهؤلاء لا يرتقون بوعيهم عن المستوى الحيواني، ويظل بريق إلهي بداخلهم ساكنا طوال حياتهم. وأعظم المهام الحياتية الواجبة على كل إنسان وأن يعمل على زيادة الوعي الذاتي وتحرير الذات من قيود الزمن الماضي. فنحن مسؤولون عن زيادة وعينا بحقيقة كوننا جزءا من الخلود، وأننا نبدأ في التعبير عن هذا الوعي من خلال شخصياتنا. فقط عندما يكون هناك مقياس للتجمع القائم بين الوعي واللاوعي ومظاهرها لدى الإنسان المستقل، تتمثل في أن الإنسان يبدأ في بناء هويته الحقيقية باعتباره شخصا ناضجا، ثم يصبح ممثلا للنفس، وفي تلك اللحظة يكون الإنسان قد وصل إلى أقصى درجات اليقظة. كيف يمكننا إعادة تنظيم العقل؟ كيف يمكن للعقل الواعي والعقل الباطن أن يتفاعل مع بعضهم البعض؟ وكيف يمكننا تنظيم المفاهيم المتنوعة التي تحكم حياتنا؟ وكيف نعيد تنظيم عقولنا حتى تتخلص من الأفكار السلبية وحتى نصل إلى النجاح؟
بالطبع تنطلق الروح من كلا المظهرين للعقل، ولكنها تنفصل بشكل جزئي عن الإدراك الواعي، وهو ما نسميه بالحاجز الجسدي الذي يمنعنا من الاتصال الكامل باللاوعي. ولكن ذلك الحاجز قابل للاختراق، والسبب أن النفس لا يمكنها العمل بشكل منفصل عن الروح، ومظاهرها تتمثل نتيجة التفاعل بين الجزئين. ولعدم صلابة الحاجز الجسدي فإننا نتلقى رسائل من الذات الداخلية على شكل أحلام أو حدث أو إلهام. وكما سبق وشرحت، فالنفس هي المظهر الفردي للشخصية، لأنها تمثل الجزء المنظم للأفكار التي تظهر في حياتنا أو التي تأتينا من الخارج، وتنغرس تلك الأفكار في عقولنا الباطنية ويقوم هو بحملها. فالنفس تقوم بعملية التفكير، كما يمكننا اعتبارها المظهر الذكوري للذات، لأنها تستقي الأفكار من البيئة، تزرعها داخل العقل الباطن أو الروح، والتي تمثل الجزء الأنثوي، لأنها تستقبل الأفكار من العقل الواعي وتبدأ في حملها للخارج. وبمثال أوضح، تمثل الروح القرص الصلب الهارد ديسك أو الديسك دور، الذي يقوم بتخزين معلومات النفس التي تمثل البرنامج أو السوفتوير، وما ينتج عن تلك العملية يسمى بالتعبير الجسمي أو السلوك. فعلى الرغم من استخدامنا لكلمة العقل على اعتبارها اسما شائعا، إلا أنها لا تعبر عن شيء مادي بعينه، فالعقل هو وظيفة أو عملية معنوية، فهو مصطلح يطلق على نظام حركة الخلايا العصبية ونقاط الاشتباك العصبي والعمليات الكيميائية التي تحدث في المخ، وهو عملية معالجة للمعلومات ونشاطها في المخ. فالعقل هو عملية التفاعل التي تحدث بين النفس والروح، وهي عملية التفكير، ولذلك فالعقل لا يرادف النفس، ولكنه يمثل العالم المنظم للشخصية. ولكن العقل يبدو كظاهرة مزاجية متغيرة تعتمد أساساً على المثير الذي يصل إليها من البيئة الخارجية أو الداخلية. ومن أجل حدوث عملية التفكير، يجب أن ينتقل الانطباع إلى النفس، ونستقبله نحن من خلال إحدى حواسنا الخمس، وننتقل بذلك المعلومات مباشرة إلى الروح. فكل ما نراه أو نسمعه أو نشمه يأتي إلينا على هيئة ذبذبة أو موجات، تقوم الحواس بنقلها إلى العقل الذي يترجمها إلى شيء معين أو إلى إحساس معين. وبشكل علمي، فالذي يحدث هو اشتغال بعض الخلايا العصبية في المخ حتى نصل إلى المستوى الحاسم للوعي، والذي يكون السبب في أن يصبح الإنسان واعياً للذبذبات المحيطة به، وتقوم تلك الخلايا بتفسير تلك الذبذبات وترجمتها إلى معانيها الموجودة في الذاكرة المخصصة لها. أن كل جزء من أجزاء المخ يبدو على درجة من التغير الدائم، ما تحدث تلك الومضات العصبية في مكان ما من المخ في حالة النوم، وتكون الخلايا في حالة ثابتة من الاهتزاز. وعندما تومض الخلايا العصبية على مستوى، تحدث العمليات العصبية تحت نطاق الوعي، وتكون لدينا فكرة حول شيء ما. ويمكننا القول بأن اتساع وطول الذبذبة في خلية ما وفي الشبكات العصبية تزداد عندما نكون على صلة بالمثير الذي يكون له صدى في تلك الذبذبة، مما يجعلنا في حالة من الوعي بها. والعقل ما هو إلا الاسم الذي نطلقه على هذا النشاط الذي يحدث في خلايا المخ، وهو يمثل نسبة من وعيك على مستوى حساس من التغيير في وقت ما. وعندما تكون نائما، فإن مستوى ذبذبات المخ لا يرتفع عن هذا المستوى، ولكنك مع ذلك تكون على دراية بكل شيء.
فكل الخبرات التي تتعرض لها تنطبع بشكل أو بآخر في الخلايا الكهربائية للمخ، وهي تعد مخزن الذاكرة. وفي كل لحظة تكون النفس على وعي بالمثير الذي ينشط ما وراء الوعي في النظام التخزيني ويعطي إشارة للشبكات العصبية بالمخ حتى تحدد نوع الخبرة، فتصبح بذلك قادرا على تفسير المعنى الصحيح. العقل الواعي له قدرة على التمييز بين الأفكار السلبية والأفكار الإيجابية، وتلك القدرة غالبا ما نخطئ في استخدامها ولا نستغلها بحكمة، فغالبا ما يحدث ذلك مع الكثير من الناس ممن يتقبلون المفاهيم السلبية التي تؤثر فيما بعد على حياتهم. ولنبدأ معا في إعادة صياغة العقل بالأفكار البناءة والإيجابية وتفحص كيفية اقتحام تلك المفاهيم السلبية لوعينا وفهمنا لذلك، سيمكننا من إعادة تنظيم الروح مع المفاهيم التي نحتاج إليها في حياتنا وحذف المفاهيم السلبية التي تلقيناها بالفعل. يحتوي العقل الواعي على نوعين من العمليات العقلية، هما الاستقراء والاستنتاج. أما الجانب اللاواعي من العقل فيبدو أكثر تحديدا ولا يتعامل إلا مع عملية واحدة وهي الاستنتاج، وتلك الحقيقة لها أهمية كبرى في فهم كيفية عمل العقل، نظرا لأن تلك العمليات تتخذ أسلوبا مختلفا عن غيرها في العمل. والتفكير الاستقرائي بمثل الوظيفة الوحيدة يمثل الوظيفة الوحيدة المميزة للعقل الواعي، وهو مرتبط بعمليات التحليل والحكم والاختيار، كما يحدث عند اختيارك لعدد من الأفكار المنفصلة ومقارنتها معا، ويشتمل هذا على عملية التفكير التي تعتبر وظيفة العقل الواعي. فعند حضورك مثلا لمقابلة أو اجتماع، فإنك سوف تختار مكان جلوسك باستخدام التفكير الاستقرائي من خلال تحديد الأماكن المحتملة وفحص الاحتمالات وتحليلها، ثم اختيار موضع جلوسك الذي يتناسب مع معاييرك. ذلك هو الاستقراء، وهو يبدو وثيق الصلة بالتفكير. كما يمكن أيضا للوظائف الاستنتاجية والتي تبعد تماما عن التفكير أن يستخدمها العقل الواعي، ولكن تلك هي الطريقة الوحيدة المتاحة للعقل الباطن، وتبدو تلك الحقيقة على درجة عالية من الأهمية عند إعادة برمجة العقل الباطن، نظرا لأن الاستنتاج لا يرتبط بالتفكير، فهي تقبل ببساطة الأفكار أو المقدمة المنطقية التي تعرض عليه، ثم تضع ذلك نتيجة لها، ولا يهم أن تكون صائبة أو خاطئة بالنسبة للعقل الباطن الذي لا يهتم لذلك. ويتضح لدينا وبالدليل على أن العقل الباطن ووظائفه يعمل بشكل استنتاجي عبر التنويم المغناطيسي، وفي مثل تلك الحالة من التغيير الواعي يتحدث المنوم إلى العقل الباطن دون تدخل من الناحية الواعية المنطقية التي تكون قد تعطلت بشكل مؤقت. وعلى أي حال فسوف نتحدث عن التنويم المغناطيسي وعلاقته بالعقل الباطن في حلقة أخرى. وحتى نقوم ببرمجة عقولنا لاستقبال المفاهيم الإيجابية، يجب أن يكون لدينا فهم لكيفية عمل الروح أو العقل الباطن بصفة عامة. تبدأ عملية الاستنتاج بمقدمة استهلالية، ثم نصل بعدها إلى خلاصة الموضوع وهي الاستنتاج. والمقدمة قد تكون عبارة صائبة أو خاطئة، وإذا بدأ الحديث بمقدمتين تسمي إحداهما بالمقدمة الكبرى والأخرى بالمقدمة الصغرى، ثم أضفنا إليهما الخلاصة المستنتجة منها، سنصل إلى ما يعرف في المنطق باسم القياس المنطقي، ويتغير الاستنتاج تبعا لمصداقية المقدمة، ولكن الأهم أن تعبر الخلاصة عن المعلومات الحقيقية الموجودة.
وكمثال كل الأشجار لها جذور، مقدمة كبرى. الزيتون من الأشجار، مقدمة كبرى. الاستنتاج، شجر الزيتون له جذور. فلا يوجد نمط للتفكير مرتبط بتلك العملية، فما هي إلا استنتاج منطقي من خلال استقراء المعطيات الموجودة لدينا، وذلك بالضبط هو أسلوب تفكير العقل الباطن. عندما تتعامل النفس مع بعض المقدمات المعينة أو تتقبلها من بين الأخريات، فهي تقوم بتحويلها أوتوماتيكيا إلى الروح التي تحدد الخلاصة وتواصل عملها من منطلق تلك الخلاصة، سواء كانت المقدمات صحيحة أو خاطئة. ونظرا لأن الروح لا تقوى على التحكم على تلك المقدمات وتحديد مدى مصداقيتها أو استبعادها إن لم تكن صحيحة، فليس أمامها إذن سوى تقبلها ومحاولة تحسينها. وإذا وضعت في عقلك الباطن بعض المقدمات غير الصحيحة، فإنها سوف تؤدي إلى نتائج طبيعيا غير صحيحة. وإذا وضعت في العقل الباطن مقدمات سيئة أو سلبية، فسوف تأتي النتائج أيضا مدمرة. فعلينا أن نتذكر جيدا أن الروح لا يمكنها أن تفكر، فالتفكير يعتبر القدرة التي يختص بها العقل الواعي فقط. وهكذا تتم برمجة المفاهيم السلبية في العقل الباطن كما في المثال الذي سبق، وليس هناك خيار أمام الباطن إلا التنفيذ مهما بلغت درجة الضرر. ونظرا لأهمية تلك الحقيقة، أعود فأكرر أن الروح لا يمكنها التفكير في أفكارك، فليس لديها القدرة على التحليل أو التقويم، ولكن كل ما تستطيعه هو تقبل أوامرك وتنفيذها، سواء أكانت بناءة أم هدامة. وهكذا يقودنا مرة أخرى إلى أن التخطيط السليم للعقل يبدأ من تحسين مستوى الوعي. وقد يصيبك العجب عندما تسأل كيف أن الروح التي لا تفكر ولا تميز بين الأفكار أن ترشدك وتوجه حياتك. قد يكون عليك أن تطلب منها العون أولا، وأن تنسجم معها وتوجهها، وبعدها سوف تستجيب لك. فالروح ليست بحاجة لابتكار الحلول، لأنها تمتلك كل الحلول في ذلك المخزن الهائل للحكمة الذي يسميها العالم النفسي كارل يونغ باسم العقل الباطني التراكمي. وعندما تصبح مستعدا وتتعلم كيف تطلب ذلك، فسوف تقوم الروح بإعطائك أفضل الحلول على هيئة رؤية أو حدث أو بصيرة بديهية. وعند محاولة فهم كيفية عمل وظائف العقل، يجب علينا الحذر بشأن الأفكار التي سوف ندخلها إلى العقل الباطن، وعلينا التحلي بالفطنة من أجل مراقبة النفس واستبعاد الأفكار السلبية التي تجتاحنا بشكل دائم. وإذا كان لديك الآن عدد من المفاهيم السلبية في عقلك الباطن تعمل على تدميرك، فإن الباب القادم يحمل لك أساليب التغيير التي ستساعدك على التخلص منها. فالقوة الهائلة تكمن في داخلك أنت، وعليك أن تستغلالها لتساعدك على إعادة صياغة تلك الأفكار، وأن تبتكر لنفسك نمطا للحياة كيفما تشاء وبالصورة التي تريدها. نتعرف الآن عن طاقة التخيل لتغيير الحياة. فعن طاقة التخيل، يقول الكاتب الإنجليزي الشهير جورج برنارد شو، إن التخيل هو بداية الإبداع، فإنك تتخيل ما تريده ثم تنفذ ما تتخيله، وأخيرا فإنك تبدع ما تنفذه. لقد استخدم عظماء العالم طاقة التخيل لخلق النجاح في حياتهم، فقد أصبح كل منهم عظيما لأنه امتلك الجرأة على تخيل أحداث وإنجازات عظيمة. لقد تخيلوا ما يريدون، ثم قامت الطاقة الجبارة الكامنة بداخلهم بإعطاء هذه التخيلات القدرة على الخروج إلى النور. وجميع ما يحدث في حياتك هو نتاج تخيلاتك أنت،
وهذا الدور الفعال للتخيل يجعلنا أمام حقيقة واضحة هي أن السبيل الأول لتحقيق العظمة والنجاح هو أن تتحكم في الصورة الجيدة لتخيلاتك، فهي تصنع يمكن حتى تصنع منها تلك الطاقة الهائلة لتضعها في حيز التنفيذ. فكل منا مسؤول بشكل مباشر أو غير مباشر عن مقدوراته وأحداث حياته، وحتى لو قمت بإلقاء اللوم على الآخرين فبالطبع هناك ظروف خارجية مؤثرة تأتي من حولنا، هذه العوامل الخارجية تكون بعيدة عن سيطرتنا، ولكن إذا تعرفنا على الأسلوب الذي يعمل به العقل فسنجد أن هناك ارتباطا قويا جدا بينه وبين ما يحدث في الخارج في حياتنا. فإذا استيقظنا مثلا من النوم ذات صباح ولدينا شعور مسيطر بأن اليوم سيكون يوما سيئا، فإن سوء الطالع سيقع حتما، ذلك لأن أفكارنا تخرج إلى الكون على هيئة دبدبات وتجذب لنا ما نفكر فيه تماما. فمثلا إذا كانت تحبطك المصاعب في معظم الأوقات فما هو الحل؟ فالحل هو أن تغير الصور التي في عقلك عن تلك المصاعب وتستبدلها بصور متفائلة وأكثر تفاعلا مع الحياة. فالتصور الخلاق هو أسلوب استخدام الخيال بشكل منظم لخلق ما نريد، وفي الواقع فنحن جميعا نستخدم عقولنا أحيانا بشكل سلبي، فالقلق يعتبر صورة خيالية ذات طاقة عالية، والأفكار القلقة دائما ما تكون سلبية ومدمرة. فكلما فكرت في أنك ستخسر فثق أنك سوف تخسر، فربما تحدث لك أشياء عديدة سيئة مثل حادث سيارة أو خسارة مالية لأنك برمجت عقلك على الصور السيئة، ولأنك قد كونت في رأسك عدة أفكار سلبية عن حياتك وعن نفسك، فأنت تتوقع بشكل آلي العديد من المشكلات والمصاعب وتستحضرها في واقع حياتك دون أن تشعر. ومن هنا يمكننا القول أن التخيل هو مفتاح النجاح في الحب والعلاقات الشخصية والعمل والصحة والثقة بالنفس والتعبير عن تلك الثقة بشكل جيد. وكل ما نحتاجه هو الوعي الجيد بما نقوم بإنتاجه أو إبداعه، ومن ثم تغيير الأسلوب الذي يتم به هذا الإنتاج إذا كان أسلوبا سيئا. فإن لكل فرد مفهومه الخاص عن نفسه، والتي تتكون من خلال الأفكار التي يتلقاها من أسرته ومن حوله في حياته الأولى. ولسوء الحظ فإن أفكار معظم الناس تشتمل على أفكار سلبية مثل الخوف وعدم الاستقرار والإحساس بالفشل والإحساس بالدونية وغيرها من الأفكار الهدامة. لذلك فعلينا أن نحلل الأسلوب الذي تقوم عليه أفكار العديد من الناس أثناء عملية النمو. فهناك بعض المفاهيم المكررة التي كثيرا ما نسمع المرضى يرددونها مثل أنا أشعر بالنقص، أو لن أنجح أبدا، أو أنا غير قادر على الحصول على حياة جيدة، أو أنا لست في مستوى ذكاء الآخرين. وبالطبع فإن جميع الناس عرضة لمثل هذه الأفكار السلبية أثناء عملية النمو، فإنك تتذكر عبارات قالها لك أبواك من قبل إنك غبي أو أناني أو كسول أو متخلف. فبرغم أن قائل تلك العبارات يقصد من ورائها التحفيز والحث على رفع الأداء في الدراسة أو العمل، إلا أنها في الغالب تسبب الإحباط وتقلل من تقييم الفرد لذاته، مما يسبب له الشعور بعدم الثقة وبعدم القدرة على الأداء الجيد والفشل في التواصل مع الآخرين. فمستقبلك محدد بالأفكار التي تدور في عقلك، فما تعتقد ذلك فهو أنت بالفعل. وبمعنى آخر فإنك تستطيع أن تكون الشخص الذي تريده،
وهناك العديد من الناس مغرمون بالقول بأنهم واقعيون، ثم يغلقون على أنفسهم أبواب ما يسمى بالعالم الواقعي أو العالم الإحصائي، ويبعدون أنفسهم عن كل ما هو متعلق بهذا العالم، ويعللون بعد ذلك ما يحدث لهم بأنه ناتج عن المصادفة العشوائية. وللأسف فنحن مبرمجون على بعض العبارات، مثل من الصعب أن أحصل على وظيفة هذه الأيام، أو معظم الشركات تفصل العمال، أو تلك الحجرة المليئة بالمدخنين سيموت معظمهم فيها بالسرطان. بالطبع قد تكون تلك الحقائق، لأن العالم الإحصائي يعتبر واقعا، لأن هناك من البشر من سيقوم بتنفيذ تلك الإحصائيات. هناك الكثير من الناس من لا يملكون القدرة على التحكم في حياتهم، لأنهم لديهم القليل من المعرفة بشأن طاقات العقل، وهؤلاء هم الضحايا البؤساء في حياتهم. أما من يفكر بإيجابية ويتحكم في أفكاره الخاصة جدا، فإنه لا يحتاج إلى أن يضع نفسه في فخ الإحصائيات، فهذا الشخص يصبح في مكان أعلى وأبعد عن هفوات الحظ. فالتحكم الجاد في العقل والمصاحب للاستخدام النشط للخيال يمكن أن يكون عاملا قادرا على التحديد والاختبار في أي مسألة، مما سيجعله يملك القدرة على التغلب على كل العقبات التي تقابله ويتغلب على الحظ السيء. فعندما تقوم بتحديد تخيلات للأشياء التي ترغب فيها، فمن الأفضل لك أن تأخذ حذرك وألا تناقش تخيلاتك مع الأفراد الذين لا يشاركونك نفس الرأي أو نفس التخيل، فإن الشخص السلبي يستطيع تحطيم تخيلاتك، مما يجعلك تشك في إمكانية حدوثها. ويجب أن تعلم أن الحصول على صورة خيالية نقية لما ترغب فيه يحتاج للكثير من الطاقة، خاصة عندما يكون هناك الكثير مما يمكنه أن يعوق تخيلاتك. ويجب عليك أن تعمل بجد كي تتغلب على شكوكك بدون أن تسمح للأشخاص السلبيين الذين لا يؤمنون بقدراتك وبقوة العقل الباطن بأن يؤثروا عليك، فإن عدم الغموض هو القوة التي تشكل الواقع. وهذا يعني أنك أزلت أي شك فيما يمكنك فعله أو فيما تخيلت أنك يمكنك فعله، فإنه من المؤكد من أن ذلك سوف يتحقق، وعليك أن تؤمن بما تتخيله بكل قوتك، وأن لا تسمح لأحد بأن يحطم إيمانك بما يسمى بالإحصائيات الواقعية أو بما بالظروف الواقعية، أو بأن يعدد لك الأسباب التي ستحول دون تحقيق ما تخيلته أنت. فوصولك لتحقيق أهدافك في الحياة يعتمد على استخدام القوة العظمى التي تكمن بداخلك، ألا وهي الخيال. فأنت عندما تتخيل صورا في عقلك، سواء كانت جيدة أو سيئة، فأنت بالتالي تستحضر تأثيرها الفيزيائي، بشرط أن تكون أفكارك منطقية. ولكن للأسف فإن نظم التعليم تقتل ملكة التخيل لدى الطلاب، فهي تعطي الأولوية للحفظ والاستظهار، مما يسبب ملل الطلاب مثلا ونفورهم من المدرسة أو من الدراسة. وإذا كان لديك طفل واسع الخيال فلا تعتبر ذلك عيبا، وعليك أن تدرك أن لديك طفلا عبقريا بالفطرة، ذلك لأن العباقرة هم من ذوي الخيال الواسع الذي تمت تنميته بشكل جيد، فالخيال هو مصدر الإلهام لديهم. وكما قال ألبرت إينشتاين، فالخيال أكثر أهمية من المعرفة. وقد أشار إلى أن معظم أفكاره كانت تأتي له في أحلام اليقظة وفي خيالاته في أثناء تطبيقه للنظريات العقلية، ذلك لأن الإبداع يعتمد على الخيال، فالإبداع هو القدرة على النظر للأشياء من زوايا جديدة ومختلفة. وهذا يؤكد أننا لو أردنا أن نكون مبدعين، فإن علينا تنمية القدرة على التخيل من أجل الوصول إلى الإبداع.
والتصور العقلي هو أحد الوسائل التي يستعين بها الأطباء في العلاجات النفسية. فهناك بعض الأطباء النفسانيين قد استخدموا التخيل كوسيلة للعلاج من مرض الفوبيا أو الخوف. فالفوبيا هي سلوك درب الإنسان نفسه عليه، وليس نتيجة تراكمات حسية منذ الطفولة كما يقول البعض. إذن من الممكن للإنسان أن يدرب نفسه على التخلص من خلال القيام بتنمية اتجاه معاكس لما يخاف منه لديه. ولقد أكد أيضا علماء النفس فكرة تعليم المرضى بالفوبيا كيفية الاسترخاء في حضور الشيء الذي يخافون منه، ثم الاسترخاء في حضور الشيء الذي لا يخاف منه، ولصعوبة وضع هذا الشيء دائما أمام المريض مثل فوبيا ركوب الطائرات، فإن الطبيب يلجأ إلى جعل المريض يستحضر صورة الشيء الذي يخاف منه في خياله أثناء الاسترخاء. وقد نتج هذا الأسلوب عن هذا الأسلوب، وفي خلال عدد من الجلسات يستطيع المريض التغلب على مخاوفه بسهولة. وهذا الأسلوب يطلق عليه المعالجون اسم التخلص من الحساسية بشكل منتظم. وحاليا يستخدم أيضا التخيل على نطاق أوسع في العلاجات النفسية الحديثة، وقد أظهر فعالية كبيرة جدا في مساعدة المرضى على التعامل مع مشكلاتهم وأزماتهم. والعقل الباطن كما سبق وقلت لا يستطيع التفريق بين الحدث الفعلي والحدث الذي تم تخيله بشكل قوي. وقد أثبت علماء التشريح أن هناك اتصالا بين جزء من المخ باختزان الصور وبين النظام العصبي الحركي الذي يتحكم في النشاط اللا إرادي مثل نبضات القلب والتنفس وضغط الدم، كما توجد اتصالات بين النظام العصبي الحركي والغدد. وهذا معناه أن الصور التي داخل عقولنا لها تأثير قوي على كل خلية في جسمنا، ومن هنا ينجح الخيال. وطبيعة نشاط التفكير تحدد أوتوماتيكيا طبيعة النشاط الجسدي. فعندما نفكر مثلا في أفكار ثأرية بشكل مكثف، فإننا نحفز عضلاتنا وغددنا بشكل مستمر. وعندما نفكر أفكارا سلبية هدامة، فإنها تترك انطباعا على أنسجة الجسم، مما يؤدي لارتخاء العضلات والأنسجة بشكل سيء. وبفهمنا لهذا الارتباط بين العقل والجسد، نستطيع تحسين الأداء الجسدي لدينا من خلال التخيلات الجيدة للأفكار الإيجابية. والعقل الباطن يعرف عنك كل شيء، وإذا أعطيته الفرصة فسوف يقوم برعايتك، فهو لا ينام أبدا، لأنه إذا نام في ليلة فثق أنه لن يطلع عليك الصباح. فالعقل الباطن هو الذي يشرف على جميع عمليات جسمك الداخلية من تنفس وهضم ودورة دموية وغيرها. وكل ما عليك هو أن تخبر عقلك الباطن بما تريد، وسيقوم هو بتنفيذه. وللأسف هناك الكثير من الناس يقومون بإقلاق العقل الباطن بدلا من حثه على العمل الإيجابي، وهذا يرسل له طاقة سلبية وينتهي به الحال إلى رسم صورة في مخيلتك بأنك لن تتمكن من الحصول على النتائج التي ترغبها. وقد تزيد من هذه الطاقات السلبية إذا ما تمنيت لو كان لديك شيء ما غير موجود، أو أنك كنت شخصا آخر، ومن ثم تزداد صورتك عن ذاتك سوءا، إذ أنك بذلك تداوم على إرسال رسائل لعقلك الباطن، ولكنها رسائل سلبية تؤخر تحقيق ما تريد وربما توقفه. فالعقل الباطن ما هو إلا أرض خصبة تنبت ما تزرعه أنت فيها. والتصور العقلي هو أسلوب نقلي نستخدمه أيضا للحصول على ما نرغب، مثل الحب والثراء والثقة بالنفس أو الشخصية القوية أو غير ذلك. والتخيل أسلوب جيد جدا لتحويل حياتك،
ولكن هناك قواعد تحدد وتضبط استخدامه، وتلك القواعد تأخذ شكل خطوات نستطيع من خلالها التصور العقلي الخلاق. وأول خطوة هي أن تجد المكان المناسب للاسترخاء التام دون أي انزعاج، لأن العقل الباطن يكون في أفضل حالاته عند الاسترخاء، وكلما أمعنت في الاسترخاء كلما كان التصور العقلي أسهل وأكثر فاعلية. بالطبع لا يصلح الاسترخاء والتخيل أمام التلفاز أو عند وجود ضوضاء في مكان من حولك، حتى وإن اضطرك الأمر أن تمارس التخيل في الحمام. النقطة الأولى، وهي أن تتعامل مع عقلك الباطن بشكل إيجابي. عليك قبل أن تبدأ في التخيل أن تحدد ما تريد بوضوح. فمثلا إذا كنت ترغب في زيادة وزنك فلا تقول لن أكون نحيفا، فهذا يؤكد إحساسك بأنك نحيف بالفعل. قد تكون تلك هي الحقيقة ولكن لا تعمقها في داخلك، ولكن قل أريد أن يصبح وزني أكثر في فترة قياسية. وإذا كانت أشياء محددة ترغب في تحقيقها في وقت معين مثلا، فعليك أن تحدد الوقت، كأن تقول أريد أن أشتري سيارة في نهاية العام الحالي، أي أن تحدد وقتا معينا وبرنامجا زمنيا، كأن تقول أريد أن يزيد وزني 3 كيلوغرامات في الشهر. ويمكنك أن تكتب أيضا أهدافك على بطاقات تثبتها بجوار سريرك أو على مرآة الحمام أو في طابلو السيارة حتى تراها بشكل دوري، لأن هذا يجعل العقل الباطن يتذكرها باستمرار ويرجح أن تضعها بجوار السرير حتى تكون آخر ما تراه عينك قبل النوم، فهذا يحفز العقل الباطن على التفكير فيها أثناء النوم. الخطوة الثانية، اجعل التصور العقلي منطقيا. فإذا كانت الرسالة التي تدخلها لعقلك الباطن منطقية فسوف يعمل على تحقيقها. وتذكر أننا لا نعني بكونها منطقية أن تكون حقيقية. فإذا أخبر الوالدان طفلهما أنه متأخر دراسيا وليس في مهارة أخته وذلك من أجل تحفيزه، قد لا يكون ذلك حقيقيا ولكنه يكون منطقيا يقبله العقل الباطن، لأن أقوال الآباء ما لديهم مصداقية لدى أبنائهم. فإذا قيل لك شيء ووجدته عقلك الباطن منطقيا فسوف يقره كحقيقة واقعة. وعلى الجانب الآخر، إذا كانت الرسالة غير منطقية فإن العقل الواعي لن يقبلها بسهولة، ومن ثم لن تعبر الحاجز إلى العقل الباطن، أي أنه إذا لم يقتنع العقل الواعي بصورة ما فلن يتقبلها العقل الباطن أيضا. فإذا أردت كسب المال مثلا فلا تقول سأكسب 1,000,000 جنيه قبل حلول الصيف القادم، لأن هذا غير منطقي إلا إذا كنت من رجال المال والأعمال، فلن يقبله العقل الباطن ولن تفلح في إقناعه بذلك. النقطة الثالثة، وهي أن تكون محددا. فكلما كانت تفاصيل الحدث أكثر وضوحا في مخيلتك كلما استطاع العقل الباطن أن ينفذ التخيل بشكل أيسر. فالعقل الباطن يريد الحصول على أشياء دقيقة ومعينة، وهذا ليس من السهل تحقيقه بطبيعة الحال، ولكن خذ الوقت الكافي كي تفكر في كل تفاصيل الصورة العقلية التي تريد صنعها. فإذا كنت تبحث عن وظيفة فإنك لن تستطيع أن تتخيل وصف الشركة التي سوف تعمل بها أو المبنى الذي تقع فيه، ولكن تخيل شعورك وأنت تسير في أروقة الشركة موزعا ابتسامتك على الزملاء في عملك مثلا. فيجب علينا أن نكون حذرين في التعامل مع القوانين الكونية، فاستخدام القوة العقلية وطاقة التخيل معناه استحضار كل قوى الكون للاستعانة بها في تحقيق رغباتك، وهذه القوة في غاية التأثير وقد تسبب مشكلات إذا أخطأت في استخدامها. فمن يستخدم هذه القوة بشكل سلبي فإنه يؤدي بنفسه إلى الفشل وسوء الحظ، ومن
يسبب الأذى للآخرين فإنه بذلك يؤذي نفسه أيضا، لأننا كلنا نحيا في عالم واحد، وكل ما به يؤثر علينا كما يؤثر على الآخرين. فكلنا سمعنا عن السحر الأسود الذي كان يستخدم القوى العقلية في إيذاء الناس، ولكننا نستطيع أن نسمي التصور العقلي الإيجابي بالسحر الأبيض، لأنه ببساطة يعمل وفق نفس المبدأ ولكن دون الرغبة في إيذاء الآخرين. فمثلا إذا كنت تريد شراء منزل جديد، فربما ترغب في منزل يشبه منزل صديق لك، لكن لا تتخيل أنك تشتريه نفسه. وإذا كنت تريد الحصول على المال، فلا تتخيل أنك تحصل عليه من شخص معين، ولكن دع وسيلة تحقيق ذلك لروحك حتى تختار الوسيلة المناسبة لها. النقطة الرابعة وهي خذ وقتك الكافي. خذ الوقت الكافي الذي يلزمك لاستكمال تخيلاتك، فهذه مسألة نسبية تختلف من إنسان لآخر وفقا لقدراته وتركيزه، وكذلك وفقا لطبيعة الموضوع المراد تخيله. النقطة الخامسة وهي مارس الاستشعار. عليك أن تستغل عنصرا حيويا في التخيل، ألا وهو المشاعر الكامنة بداخلك. فكلما حصلت على مشاعر من خلال تخيلاتك، فكلما زاد إقناع العقل الباطن بواقعية هذا التخيل وأنه يحدث فعلا لك. فعليك أن تتصرف وكأن ما تتخيله حدث لك بالفعل، ودع جسدك يتفاعل بمشاعره. النقطة الخامسة وهي وضع الجانب الجسدي في الاعتبار. فعندما تخبر عقلك الباطن برغبتك في تحقيق شيء معين، فعليك أن تتخذ أيضا الإجراءات المادية لتحقيقه. فإذا كنت مثلا تريد وظيفة جديدة، فعليك أن تبدأ في البحث عن إعلانات الوظائف الشاغرة في الجرائد، أو بسؤال من تعرف من الناس أنهم يمكن أن يساعدونك في إيجادها. فإنك إن لم تفعل ذلك، فإن هذا سيعوق عقلك الباطن في عمله لإيجاد وظيفة لك. النقطة السادسة وهي التركيز يحقق رغباتك. يجب أن تركز فيما تتخيله كي تستطيع تحقيقه، وهذا يعتبر حماية لتخيلاتك. فأي شيء تتخيله لن يتحقق أوتوماتيكيا، فإذا تحقق فسوف نأسف على الأفكار السلبية التي قد تكون ألحقت الضرر بنا وبالآخرين. فعندما لا يتم شيء كما هو متوقع أو محسوب أو مرتب له، فإننا بالتالي ندخل في التفكير السلبي. فمثلا إذا لم يعد الزوج إلى المنزل في الميعاد المحدد، فإن الزوجة تقلق قبل أي شيء وتبدأ في تخيل أشياء سيئة، وبذلك فإننا نستهلك معظم الوقت في التفكير في الأشياء السلبية وليس في الأشياء الإيجابية، وهذا يبعث طاقات سلبية في داخل الإنسان. وبالرغم من أنها قد لا تسهم في خلق الموقف بالفعل، ولكنها قطعا لا تساعد في فعل أي شيء. والتصرف الأنسب هنا هو الهدوء وتخيل الشخص مثلا في هالة من الضوء الأبيض تحيط به وتحميه من الأشياء السيئة التي يتعرض لها. وهذا الأسلوب من الأساليب القديمة لما وراء الطبيعة للحماية النفسية وعزل الإنسان عن الأفكار السيئة والقوى الشريرة، ثم تخيل الزوج وهو يدخل من الباب مبتسما. فالتركيز الشديد ضروري ومهم للحصول على ما تتخيله، وكلما ازدادت القدرة على التركيز كلما تحققت التخيلات. فالتركيز قدرة يمكن تنميتها وتعلمها كأي مهارة أخرى، كما أن تدريب العقل يوميا للتركيز على خيال معين هو أسلوب جيد ومثمر لتنمية القدرة على التركيز. وخلاصة هذه الحلقة المطولة هو أن التخيل هو مفتاح الإبداع والتغيير في حياتنا وشخصياتنا، وليس الإيمان وحده هو الذي يجعل الأشياء ممكنة، ولكن الخيال. فإذا تخيلت شيئا ما فإنك تستطيع أن تحصل عليه،
ولكن بشرط أن يكون منطقياً، فبتخيلك لشيء ما سواء كان طيباً أم سيئاً فإنك تتسبب في وجوده في عالمك المادي، وسواء فكرت في أنك قادر على الفعل أو غير قادر فأنت على حق، أو بمعنى آخر فإنك إذا بحثت عن الحدود فسوف تقف عند تلك الحدود. وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، أشكر لكم حسن إصغائكم ومتابعتكم، ألقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم.